اهلا مجددا مشاهدينا. طبعا بنهدي افراح السلام لكل اهلنا واحبابنا وامهاتنا واخواتنا واطفالنا اللي ولدوا دائما في معسكرات اللجوء. نحن نتمنى انه يعيدوا طواعيه لمناطقهم بفضل عمليه السلام. اذا السلام كان مشترك، نحن دائما بنتمنى انه نحلحل كل مشاكلنا في محيطنا الداخلي بدل ان تدخل ايادي خارجيه بتكون عندها اجنده تفرضها على الوطن السودان. ونتكلم عن دولة جنوب السودان، احنا كنا شعب واحد ولازلنا كمان شعب واحد في تنفيذ كل البرامج في التواصل الاخوي ما بيناتنا. نتذكر في العام 17 و2000 تم الاتفاق على ارض النيلين، الاتفاق اللي لم كل حركات الكفاح المسلح الجنوبيه هنا في الخرطوم. فبالتالي لما تحققت هذه الثوره من ضمن الشعار تحقيق السلام، وكانت جوبا هي الحاضنه الرئيسه لكل حركات الكفاح المسلح اللي هو الحوار الداخلي. احنا الان بنتكلم عن عمليه السلام اللي هي اذا تحقق سلام الشمال هنا في السودان بيتحقق سلام الجنوب، لأن الخيرات اللي في جنوب السودان الخيرات اللي في شمال السودان يجب أن تنبع في هذه الفترة بالتحديد وأن تسهو وتزدهر. من ضمن المسؤولية المجتمعية أيضا لأهلنا في جنوب السودان يشاركونا أفراح السلام، لأنهم عايشين معنا، ما بنعتبرهم هم أجانب في السودان بل وطنهم الثاني. سعداء أن تكون معنا ترك سايمون شول، هي مواطنة جنوبية على أرض النيلين. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور أستاذ، الله يسلمك. صباح الورد. انت رايك نقول ترك ولا تركيا؟ تركيا معروفه تركيا. انا بك، احنا سعيدين جدا بك عشان ما نتكلم زي ما اشار حمزه ونمشي خطوات، وهي الخطوات دي اصلا احنا ماشيين فيها من منذ القدم، يعني منذ ان تقادمت السنين، يعني في الالفه ما بين الخرطوم وجوبا. وما حقول ان احنا حنحتاج، لانه اصلا الفكر واحد والراي واحد دائما والتوجه واحد. خلينا نتكلم عن تركيا باعتبارها من مواليد الخرطوم. لكن في عندما حدث الانفصال فضلت انها تكون مستقره هنا في الخرطوم وما غادرت، يعني حالها حال كثير جدا من الناس اللي اختاروا الخيار. فكلمينا عن الحته دي تحديدا. احنا طبعا احنا من مواليد خرطوم هنا، ما مشينا جنوب خالص، ما مشينا. ممكن السبب الرئيسي انه الهروبات اللي كان في بلد ما بتساعد، وغير كده كان المدارس حطونا مدارس ده والدنا كان في الجيش السودان لغايه ما نزل معاش واشترى لنا بيت واستقرينا هنا. قريت الجامعه هنا، اخواني كله استقرينا وقعدنا. اها. طيب كنت تمشي الجنوب في وقتها يعني؟ قبل يعني في وقت كان مشيت مشيه كده خفيفه. مشيت كان زياره، قعدت شهرين اجيب راجع. لكن ما مشيت ثاني. الجميل انه كل اهلنا في دوله جنوب السودان عموما في جنوب السودان هم محتفظين لسه بتفاصيلهم السمحه وعاداتهم النبيله حتى هنا في السودان. اي. فكيف انتم بتشاركوا تفاصيلكم الثقافيه؟ بتتلاقوا وين؟ عندكم مهرجانات منتديات قاعدين تعملوها عشان تتلموا مع بعض، بما انه فرقتكم ظروف الحرب لكن لمتكم الخرطوم يعني. احنا كان نشاطاتنا بنعملها في الجامعه قبل ما نتخرج. بعد ما تخرجنا عندنا بنمشي كنائس، عندنا ثقافاتنا بنربطها مرات مع كنائس، ويعني مثلا عراسنا بنعملها في 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 الاحياء اللي احنا قاعدين فيه، بنعكس بنوري تراثنا للشمالين اللي ما بيعرفوا حقنا. طيب انا ما عارف، لكن جوبا طيب جوبا رائعة. جوبا جميلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. كأبناء الجنوب هنا في الخرطوم الآن، كيف بتشوفوا ما تم من خطوات امس في جوبا؟ خطوات ادت الى حلم انتظره الجميع لسنوات طويله جدا. الاتفاقيه اللي حصلت ده يعتبر يعني اتمامه واكمال اصلا اوريدي سلام فيه في السودان. سلام فيه، لكن اللي حصل توغيل حصل ده اتمام انه الناس تعيش بامان وفي سلم وسلام. احنا متعايشين هنا في السودان كله، ما في مشكلة، عايشين تعايش ديني، بنمشي كنايس ما في مشكلة، بنعيد عياتنا ما في مشكلة، يعني سلام موجودة. لكن اتفاقية تمت عشان السودان وربع السودان تعيش بسلام دائما. تركيا يعني احنا شفنا جنوب السودان نزف كثير جدا. شردت الأسر في دولة جنوب السودان، ومعظمها كانت صراعات أهلية، ممكن برضو تسارع من أجل السلطة أو كده. لكن يظل إنسان الجنوب السودان كان متماسك جدا رغم المحن والإحن اللي كانت موجودة هناك. تتكلم عن أنتوا هنا في كجنوبيين يعني وسودانيين هنا في الخرطوم، يعني دوركم شنو
في توصيل كل هموم وقضايا مواطن جنوب السودان موجود في جنوب السودان. احنا كشباب الجنوبيين دين نوصل دين نعكس انه احنا بنقدر نبني بلدنا من جديد بتعليمنا بثقافتنا لازم يوصل. عملت خطوات يعني مبادرات؟ في مبادرات ومنظمات ابتدت في جمعيات خيرية ابتدت في يعني بيساعد ناس حتى بتوصل للمخيمات وكده. طيب بصورة عامة بيئة العمل وأنا أعلم إنه أنت يعني تعملين في منبر إعلامي. بيئة العمل للإخوان والأحباب في جنوب السودان هنا في السودان يعني وكمثال الآن تركيا في طيبة بريس واحدة من الموظفين. نعم. صعبة فعلا الشغل كان صعب يطلق لكن ما استسلمنا في ناس ما استسلموا زي أنا اشتغلت أنا خريجة طب البيطري وإنتاج حيواني جامعة السودان حلقوكو ما قعدت ساية قلت ما قعدت فتشت شغل لغاية ما قبلوني في مركز طب برسل الإعلام واشتغلت معه. تركيا أنت في تفضل لا خلاص. طيب أنت في مركز صحفي وفي منصة صحفية إعلامية. وإعلامية أيوة. ممكن تحكس هموم وقضايا مواطن السودان عموما ومواطن دولة جنوب السودان. تكلمت عن كثير جدا من المبادرات بالنسبة لأماكن اللجوء يعني أو مناطق المعسكرات بالنسبة لدي دولة جنوب السودان سواء كان على شريط المنطقة الموازي حدود النيل الأبيض المعسكرات أو عموما في مناطق تانية. فإنتوا كيف بتقدروا توصلوا مشاكلهم الآن وإنه هم يعودوا إلى 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 موطنهم يعني إلى جوبا أو عموما إلى مناطق جنوب السودان يعني بالنسبة من خلال المنابر الإعلامية كيف بتقدروا توصلوا لهم الدعوة إنتوا؟ حسفي من ناحية دي أنا قاعدة أفكر أعمل مجلة صغافية للمرأة الجنوبية بالذات عشان نقدر نعكس نقدر أوصل يعني أقدر أوصل لهم ثقافاتنا ويعيشوا في أمان وسلام ونساعدهم برضو من نواحي يعني نواحي تعليمية والمهوة الأمية ومساعدة وحماية الطفل والمرأة شغل له كله. اسمها شنو المجلة؟ المجلة اسمها مجلة الأبنوسية. يا سلام. شنو الخطوات المشيت فيها لعن المجلة واحدة من المقترحات القادمة؟ المجلة حتى الآن أنا اعتمدت على ناشطين الإعلاميين في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر شيء اعتمدت عليهم وكلمتهم وحس الخطوة الماشية إن إحنا ورقنا في التصديق. أول ما تصديق يطلع إحنا هنبدأ. إن شاء الله نشوفها الأولى إن شاء الله. إن شاء الله نشوفها على أرض الواقع. إن شاء الله. خصوصاً عندها دور كبير جداً. محتاجين تكلمينا عنه. وحتطلب من خلال عدد كبير جداً من المبادرات زي ما أشرتي. لكن الأهم هو تعزيز هذا الترابط ما بين الإنسان السوداني بصورة عامة. أكيد. طيب تركيا يعني دولة جنوب السودان غنية جداً بالموارد خاصة النفط يعني احنا عارفين مجرد ما انفصل السودان من دولة جنوب السودان يعني حصلت كده أزمة اقتصادية لأنه كان الاعتماد الكلي والجزئي برضه على النفط والدخل العائد اللي بيجيبوا لنا بالعملة الصعبة. دوركم انتوا الآن كمواطنين سودانيين عموماً في لم الشمل مجدداً إذا كانت السياسة فيها تقاطعات كبيرة جداً فلكن لربما العلاقات الأخوية ممكن برضو تنمي كثير جدا من التفاصيل. دوركم الآن بالنسبة لحكومة دولة جنوب السودان في أنه توسع منافذ التجارة منافذ التعامل ما بين الشمال والجنوب. من ناحية دي يعني في شباب عاملين يعني زي وقفة احتجاجية كده أنه الناس اللي بيشتغلوا مثلا في مراكز حق النفط أو في شركات حق النفط من جهة معينة يعني هم دايرين كل الناس كل شعب الجنوب يشتغلوا اللي انت بإمكانية يقدر يشتغلوا يشتغلوا في مراكز النفط. جميل لكن احنا برضو بندعي كل أهلنا حكومة جنوب السودان يعني انه تمد التعاون وإعادة صيانة الحقول النفطية مجددا حتى تضخ بالخير والسلام والأمان لكل أهلنا في السودان. أكيد رأيك أكيد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. زي ما تم سلام حين احنا برضو محتاجين سلام في بلدنا. كل الأوضاع تكون كويسة إن شاء الله. سؤال غريب نوعا ما يعني كثير جدا من العدد قبل ذكر حمد لو ذكرت إنه حتى بعد الانفصال في كثير جدا من المحفوظ إنجازة العبارة ما بين الشعبين الشقيقين وكثير جدا من الإخوة في جنوب من الحبيب يحتفظوا بكثير جدا من سودانيتهم الخالصة. تركيا ماذا تغير فيها ولها بعد الانفصال؟
تغير حاجات كتير. أولا ناس اعتمدت على نفسها قبل بلد ما تنفصل، كان ناس بيعتمدوا، تلقى الأسرة معتمدة على زول واحد بس اللي هو الأب، ياهو بيأكلهم يشربهم ويعلمهم ويقريم ويعالجهم. لكن حس إذا من جينا هنا مدام انفصال، يعني في حاجات إيجابية حصلت، المرأة بقت تعتمد لنفسها، تلقى الأسرة فيها مثلا 8 نفر تلقى 6 شغالين كلهم معتمدين على نفوسهم، ده ممكن تقدم له بلد بيه كويس واستقرار، الناس كلها تعتمد لنفسها، ما حيكون زي كان بيعتمدوا على زول واحد في البيت. طيب جميل، نشوف برضو تواصلكم هنا في السودان مع الأسر السوداني ومشاركتكم كمان في كل مناسباتهم. يعني حنتكلم انه حبدينا عشان ما نجزئ الموضوع انه السودان والجنوب شيء واحد، لكن لربما الفصال تقاطع سياسي، لكن نتكلم عن عموما تواصلكم وتمازجكم هنا مع الشمال، يعني في كل مناسباتهم في اعيادهم. يعني الانفصال يعتبر حاجة سياسية، لكن اجتماعيا احنا متعايشين كل سوا، في افراحنا شمالين بيقفوا معنا، في احزاننا بيقفوا معنا، عايشين تعايش ديني برضه كويس، يعني ما في مشاكل بيعترضونا كان في كنائسنا ولا كده، في مناسباتنا بنعيش، يعني في السودان يعني لم يتغير شيء، ما بتبيت جعان وجارك سوداني، ده عظم احلى حاجة، ما بتنوم جعان وسودانك وجيرانك سوداني. نعم، انت معانا اليوم، خلينا نقول انت سفيره الان في صباح الشروق لكل امراه من جنوب السودان. وبعد الثوره في السودان كثير جدا من التغييرات والنظره تجاه المراه بصوره عامه، وما ادري انت طبعا المشكله والاتجاهات التي يجب ان تمضي فيها المراه والحديث الكبير عن دورها. ماذا عن المراه في جنوب السودان؟ كيف تنظر الى الواقع؟ ما هي الامال والطموحات لها؟ بجد الآمال والطموح، يعني الوضع الاقتصادي بالذات محبطة، لكن الناس ما استسلمت، الحياة مستمرة وعايشين على كده. طيب نحن الآن لو كان عايزين نوجه رسالة للدولة جنوب السودان، الحكومة إنه تسرع في تكوين حكومة وحدة وطنية، لأنه بنشوف مرة يكون في اجتماعات من أجل السلام ومرة يتم الاختلاف. رسالتك اللي عايزة توجهيها من خلال قناة الشروق لكل أهلنا في دولة جنوب السودان، تفضل. يعني خلينا نمسك الرسالة قبل تمشي، ممكن؟ أستاذ خليك معنا، لأنه الآن معنا عبر الهاتف زميلنا عامر عمر عبد الله من ولاية النيل الأزرق، مراسل الشروق من هناك. عامر صباح الخير. صباح الخير عليك، مرحبا بك. كيف احوالك؟ ونقف مباشره على الجديد في النيل الازرق، خصوصا بعد الاحتفاء الكبير والمناسبه العظيمه، بعد سنوات طالت وطال امدا انتظر الجميع ان نصل الى السلام، وشهدنا التوقيع بالاحرف الاولى. بكل تاكيد ولايه النيل الازرق لها خصوصيه ولها تفاعل كبير جدا مع هذا الحدث. تحية الحبة والسلام وللزمازين، سلام وشمسمير الأزرق في هذا الصباح، يعني الكل بيستشعر بها مختلفة في كل حاجة، يعني حملت أشواق وأمال غالبية عريضة جدا من مواطني هذه الولاية، أن أحوج ما تكون للسلام، سلام يحقق معاني الثلاثية، الثورة، الحرية والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار الاجتماعي اللي ما شاء الله بنتميز به كما تتابعون عن بقية الولايات، كأنما يعني الأرضية هي مهيئة لهذا السلام القادم، وسيظل 31/28 محفور في وجدان كل الناس. الناس عانت كثير من خلال سنوات الحروب والاقتتال، تعطلت مشاريع مهمة جدا كانت كفيلة بأنها تجعل الاستقرار والترحال والسفر وتبادل المنافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ممكن ومتاح من حاضرة الولاية مدينة الدمازيل إلى أقصى يابوزي، منطقة بعيدة جدا لكن مليئة بالخيرات، إلى أقصى مناطق جنوب ولاية النيل الأزرق. نعم. الناس بتتوقع مع هذا التوقيع من الأحرف الأولى من السلام إنه يعني كل المعنيين به هم يعني في تحدي لإنزاله تطبيقه إلى أرض الواقع. أنا بتكلم وبيحضرني في أول يوم في العيد عيدنا في باو وعسكر الشهيد أفندي، واحدة بسيطة شايلة
مصلايتها جات من الصلاة استطلحتها حول السلام. قالت لي نحن ما دارين كب بتاع الحكومة ده، نحن سامعين السلام السلام لكن ما شايفين بمرارة. بتقول أنا أبوي أنا أمي أنا زوجي أنا أولادي هناك، الناس كل يوم بيقولوا في سلام في سلام لكن ما شايفين سلام. الناس الآن صحيح هي ما شافت السلام، لكن هي يعني يمكن يكون غباش من الرؤية له تنقشر سحاباته وتنقشر يعني غيومه حتى يعني يصير واقع يتلمس الناس في معاشهم في جية الغائبين اللي الحرب بقت سبب في انه يكونوا بعيدين من اهلهم، بعيدين من مناطق انتاجهم، بعيدين من زراعتهم، بعيدين من المحيط المجتمعي بتاعهم. كل الناس تحديدا انا مركز على معسكر الشهيد افندي لانه من اكثر الناس اللي كان تضرروا وحسوا بالغربة المكانية. الآن هم يعني أكثر الناس سعادة لأنه عندهم رغبة أكيد جدا عايزين يرجعوا. يرجعوا هم عارفين متكيفين على مناطقهم، متكيفين إنه كيف يلقوهم، متكيفين كيف إنه يعملوها، متكيفين إنه كيف يتعايشوا معها. إحساس السلام وطعم السلام يعني هو غير الإحساس به وغير كل الولايات كده في النيل الأزرق. جميل. لأنه الناس صراحة محتاجة له. جميل. زميلنا عامر، يعني احنا عارفين انه اكثر المناطق اللي تاثرت من النزاع عموما النيل الازرق، جنوب كردفان، دارفور. لو تكلمنا انعكاس هذه الاتفاقيه على هن في النيل الازرق، يعني مدى اسهام انجاع عمليه السلام في توفير مباشره مشاريع التنمية، معالجة الجذور المشكلة الحقيقية بالنسبة لأهلنا هناك في ولاية النيل الأزرق، يعني وحلحلة كثير جدا من المشاكل بمجرد ما تم الاتفاق على الأحرف الأولى. يعني هو الناس كلها في الأيام الفائتة لا هم لها سوى إنه يعني يتتبعوا بكل حسب نفسياته بحذر، ممكن نقول بشوق بتصميم. الأخبار الجاية من جبا يوم 31/8 يعني كان اليوم الفصل. الناس زي ما قلت هي مهيئة على انه يجي سلام. هذه التهيئة في المجتمع عموما اكيد في مقابل لها انه يعني الارضية الان بعد ثورة التغيير برضه اصبحت اكثر تهيئة وتنسي انها تستقبل عائدين، تستقبل نازحين. اكيد هم بيمثلوا اضافة كقوة بشرية يمكن أن توجه في مشاريع تنموية، مشاريع زراعية، مشاريع اقتصادية. وتحديدا في النقطة يعني الاستبشار بها الناس كثيرين جدا أو هي لقت قولان، هي تخصيص نسبة 40% من موارد ولاية النيل الأزرق لعشر سنوات حتى تكون مخصصة للتنمية. الناس يعني أحلام السقف بتاع أحلامها ارتفع وزاد في انه يعني هذا الكروم اللي بيتشال من جبال الانجسنة يصدر الى مناطق اخرى والى دول اخرى. يعني الناس سكت في امنياتها وطموحها انه يعني تهيئ معابر مطار تنازيل مثلا، يعني حتى يتم التصدير من هنا مباشرة. هنالك ايضا الذهب ما استغل استغلال الكامل له، لا زالت عملية التعدين الأهلي. لكن نتوقع بمجيء السلام أنه تزداد المساحات الآمنة وتزداد السواعد في طريقة للتنقيب. هنالك العديد من الثروات المقدرة جدا اللي تقر بها ولاية النيل الأزرق، أتوقع أن يعني تكون في كامل الاستفادة منها بفضل هذه الاتفاقية إذا ما وجهت وجهة الصحيحة. الوجهة الصحيحة ده يعني بالمناسبة حديث لمختلف الشرائح اللي استطلعناها في ولاية النيل الأزرق. يعني التخوف بعد هو سؤال بماذا يتخوفون، يعني حديثهم عن الوجه الصحيح. التخوف من عدم انزال ما تم الاتفاق او التوقيع عليه بالاحرف الاولى الى ارض الواقع. نعم. يعني يخشون ان تكون مثلها مثل كل الاتفاقات. هنالك من وصف هذه الاتفاقيه بانها تمثل شيء على ضياف، يعني لا ضوابط لها، لا محددات لها. هنالك من استبشر، لكن صوت الذين يستبشرون يمكن نقول انه كفة ترجح صوت الذين يتشاؤمون. وبالمناسبة هذا التشاؤم يعني مبني على اشياء على ارض الواقع. هنالك من يقول ان هذه الاتفاقية
لم تخاطب جذور المشكل في النيل الأزرق. عندما نسأل ما هي جذور المشكلة التي أغفلت عنها هذه الاتفاقية، يعني الأشياء المتعلقة بالأديان، الأشياء المتعلقة بالشوارع، الأشياء المتعلقة بالمجتمع ككل. لكن عموما نحن نتمنى يعني نرتدي الثوب ونظارة التفاؤل، نتفاءل خيرا ونتعشم انه قادمات الايام من خلال هذه الفترة الزمنية العشر سنين، انا مركز عليها لان لجنة القبول في تخصيص 40% انها تحول النيل الازرق لولاية اخرى اكثر استقرارا واكثر امانا واكثر القا من بقية الحقب التي مرت عليها، لانه كل الناس هنا يعني عانت من الحرب وذاقت مرارات وإلاف، وخلي ما في ذي العاقل بيرفض السلام مهما كان شكله. نعم، ما في عاقل بيرفض السلام بكل تأكيد مهما كان شكله. نتمنى فعليا أن يتنزل أو تتنزل هذه الخطوات الملموسة التي وضعتنا الآن في أولى عتبات طريق السلام إلى أرض الواقع. شكرا جزيلا زميلنا عامر عمر عبد الله مراسل الشروق بولاية النيل الأزرق، ومن خلالك وقفنا على تفاعل كل أهلنا هناك وأمنياتهم وتهيئتهم كمان على المستوى النفسي وعلى مستوى الأجواء بصورة عامة، وترحابنا الكبير جدا بالسلام. شكرا عامر. مقدرين. تواصل معكم مشاهدين، لسه معنا الزميلة الإعلامية والمواطنة السودانية الخالصة عرفنا في الرسالة ممكن توجه للحكومة، حكومة جنوب السودان. عرفنا أنه في العام 2017 على السلام، ولكن الجزئي يبدو أنه بالأحرف الأولى، ولكن لسه في خلافات دائرة ما بين قيادات دولة جنوب السودان. كأنت كمواطنة سودانية، ذكر أنت سفير الآن لكل مرأة في جنوب السودان، شنو الرسائل الحقيقية الممكن تعالج الجذور المشكلة حتى أنه ترجع جنوب السودان أفضل يعني حالا من الآن؟ رسالتنا لحكومة جنوب السودان أنه بنقول لهم أنه التوقيع السلام اللي وقعته عليه دي خليها تكون في الواقع، يكون في أرض الواقع ويكون حاجات ملموسة. احنا خلاص فترنا دار نرجع بلدنا، يوقفوا كل الحروبات، يبطلوا الغبلية، ناس السودان في جنوب السودان يكون بلد واعد وبلد موحد ويسع الجميع. نعم فعلا نحتاج ايضا الى يعني في ختام هذه الرسالة توقيع سريع جدا لكل سوداني وجنوب سوداني، في النهاية هو سوداني. ماذا نرسل لهم أيضا وفي بريدهم؟ للسوداني ولجنوب السودان والسودان، إحنا بلد واحد مهما كان، إحنا بلد واحد، عرفنا بعض، عرفنا يعني شاركنا بعض في أحزان وأفراح، إحنا بلد واحد ودائما نكون واحد، حتى لو انقسمنا وانفصلنا إحنا بلد واحد. إحنا مقدرين جدا على حضورك معنا داخل الاستوديو. زميلة الإعلامية والمواطنة الجنوب السودانية الخالصة تركيا سايمون شول، على حضورك الجميل ده وعلى مشاركتك كمان في حفاوة السلام وأفراح السلام. إن شاء الله السلام اللي وقع الآن نزل بردا وسلاما على كل أهلنا المتأثرين جراء الحروب ل 17 عاما أو ما يزيد، ينعكس كمان إيجابا على كل أهلنا في دولة جنوب السودان، أن ينعم كمان بالأمن والرخاء ويعود كل المتأثرين إلى مناطقهم سالمين غانمين. مقدرين جدا، كتر خيرك. شكرا لك.